استثمار الطاقة العملية. لا تقعد بدون عمل، حتى لو جائحة كورونا موجودة دبر لك عمل داخل البيت، لا تقعد بدون عمل. الإمام علي عليه السلام يقول: النفس إن لم تشغلها شغلتك. الإنسان ليش ينجر وراء المعاصي؟ أحيانا لأنه ما عنده عمل، ما عنده شغل، وين يروح؟ يفكر في المعصية، فكر في الرذيلة، بينما العمل يحجزه عن التفكير في المعصية، يحجزه عن التفكير في الرذيلة. النفس إن لم تشغلها شغلتك. العمل به تكتشف مواهبك، العمل به تفجر طاقاتك، العمل يحسسك بقيمة شخصيتك وعظمة ذاتك.